بتشتغلي في السيستم تبع البنك، سيستم كله على بعضه متظبط على طريقة عالمية متطورة، ما هيك؟ بفضاي هدول ملاح بفضاي. رافي دافيدوفيتش هو اللي زبط السيستم، صح؟ كين هدول ملاح جينيوس جينيوس. دافيدوفيتش عبقري، هو بيقوم بشغله بشكل جيد جدا. لكن شو الشيء اللي ما بيعمله بشكل جيد جدا مستر هليفي؟ يعني بيشرب كثير وسلوكياته في الفترة الأخيرة مش عاجباني. أنا أنذرته أكثر من مرة. لأنه هو تجوز بنت صغيرة، بنت صغيرة أصغر منه بكتير، ما هيك؟ عيلات اسمها عيلات، صح؟ مستر مناحم أرجوك، أنا قلقت، قل لي شو صاير. ما تسألنيش، أنا ما بحب حدا يسألني أبدا، وقلت لك هذا الحكي قبل شوي. مستر ليفي، بنك لقومي سرق، يعني نحن سرقنا، you understand؟ سرقنا. الله، الأرض دي أجمل حاجة في الدنيا يا أولاد، شايفين الروعة؟ حد يبقى عنده جمال ده كله ويتاخد منه ويطرد، ويجوا اليهود يعملوا مستوطنات عشان يعملوا حياة مزيفة وكدابة لناس غرب، بس الأرض مش حباهم. اليهود كل شوية يعملوا مستوطنات، مستوطنة ورا التانية ورا التالتة، والعالم كله واقف يتفرج. أنا عايز أصلي هنا يا شيخ حسن. يبقى أنت اللي لازم تأمنها يا باشا. لا، أنا هصلي وراك يا شيخ حسن.
يعني 200 مليون دولار منشان ناس يشيلوهم من البنك وينزلوهم على السلالم لتحت على الشارع. أكم من واحد لازم يكونوا؟ اللي بخوت أخد عصاغدوا من الأخير. ها؟ أخد عصار. أخد عصار؟ هاي فرقة كرة قدم. يعني كيف دخلوا هالبنك وطلعوا من البنك وما حد شافهم؟ إيش يعني؟ لابسين طاقة الإخفاء؟ رافي دافيدوفيتش أدو مناحم. هاي جون شلانو رافي. شلوم رافي شلوم. شد حيلك. هلا نحن رح نطلب لك قهوة مشان تصحصح شوي ونعرف نحكي كلمتين. كافي كافي هريا. هن العباقرة هيك دايما عندهم أفكار كتير بيحملوها زيادة عن اللزوم، بس لازم يفرغوا من وقت للتاني مشان يرتاحوا حتى مخهم ما ينفجر. رفي رفي طفو 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 رفي. تسيم لف لدفراي خبيبي، إذا كنت أنا بدي أدخل لجوات الخزنة تبع بنك لأمي، أنت برأيك فقط رأي بسيط، إيش هي العوائق اللي ممكن تعترضني؟ معلش خدني على قد عقلي. أنا دخلت لجوات الخزنة وتجاوزت كل العوائق الكهربائية وصفارات الإنذار وكل الأبواب المسكرة ووصلت، تعرف ليش؟ وصلت للليزر تبعك أدو مناخم. لا يمكن حد يعرف يدخل لغاية هناك لأني الكود اللي مصمم بيه حركة أشعة الليزر معمول وفيه احتمالات عشوائية لا نهائية، يعني لو في ناموسة هتعوز تدخل هتتحرق فورا. الموضوع معقد جدا أدو مناخم. معقد يعني لو ناموسة هتتحرق فورا. طب والكود ده معك؟ حتى انا ما اعرفش افكه، لو حاولت افكه مش هعرف لانه هو بمجرد ما بيشتغل بيعيد ترتيب اوضاعه تلقائيا من نفسه كده. أدو مناخم دي مش اي خزنه كده على الماشي واي حد معدي يفتحها يعني. طبعا بس في حد دخل لحد الخزنه وصل لهونيك وقف مفعول الليزر تبعك. انزلوها في شاري يا دومي ناخم، انزلوها في شاري. كوفي. انا محتاج هذه القهوه اكثر منك منشان اصحى. انت فايق ورايق بس انا لازم فيق. احكي لي يا رفي، انت كنت مقدم طلب على بنك في سويسرا منشان تتوظف بالبنك مش هيك؟ مظبوط يا دوم مناخم، بس هما اللي كانوا طالبيني. خلص هن بعد اللي صار مش ممكن ابدا انهم يوصفوك. خسكر انا لو مأمين لو مأمين. رفي انت في مشاكل بينك وبين المدام مش هيك؟ أدم مناخم انت بتتهمني بيه؟ مش بتهمك ابدا. اللي يا رافي انت اخر مره كيف دفعت ديونك؟ انا كنت واخد قرض من البنك وأدم عليه في عارف كده. قصدك ايه؟ اسمع يا أدم مناخم، أنا ما اسمحلكش إنك تتهمني اتهام بشع بالشكل ده. قصدك إيه يعني؟ أنا هكون بعت الكود وأخدت تمنه؟ هبيع بلدي؟ هبيع إسرائيل يعني؟ نيم أصلي يا دوم ياخم، نيم أصلي! شفت يا رافي إنك أنت فقت من غير ما تشرب القهوة؟
وعلى فرض ان انا بعت الكود زي ما انت متوقع، كان هيدخل البنك ازاي؟ هيوصل لغايه الخزنه ازاي؟ أدون مناخم، الكلام اللي انت بتقوله ده لا يمكن يتحقق باي صوره من الصور. اوكي أدون مناخم، انا مهندس كمبيوتر مش حرامي، وخليني افكرك مره كمان، انا واحد من اكبر 3 خبراء سيستم امني واشعه ليزر في العالم ده كله. صح صح مظبوط، طبعا انا بعرف هذا الشيء، وانت فخر بلدنا، اسرائيل كلها بتفتخر فيك، ما هيك حبيبي؟ ادون مناحم، ادون مزرعي، شيخك اللي باب يسرد عشانين.